شاشات عرض ومجسمات بألوان بريقها الجاذب. تتنوع أشكال إيصال المعرفة وطرق العرض، ومشاركة المؤسسات والهيئات في معرض الشارقة الدولي للكتاب كان دليلاً على أهمية الكتاب والقراءة. دائرة الثقافة، هيئة الشارقة للآثار، جمعية الناشرين الإماراتيين، جامعة الشارقة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مؤسسة الشارقة للفنون، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وغيرهم من المشاركين. فبهذا الحماس والإحساس تكتمل الصورة لدى الزوار في المعرض الذي أتاح ووفر المساحات والحرية التي من خلالها استطاع العارضون والمشاركون استغلالها لجذب الجميع، وتجبرهم على استكشاف كل ركن وزاوية من أروقة وأجنحة المعرض.